here we go. أول كرة عنا لليوم. It is 29. أول كرة عنا لليوم هي رقم 29. في حال كان رقم 29 من ضمن الأرقام اللي اخترتوهم لتكت اليوم، ففي احتمال تكونوا أحد الرابحين معنا. فاتي 2929 it is. It's Dua's favorite number. Yes. So between if you have. Yalla. Here we go. Second ball for the night. Here it comes. And here it goes. Mm-hmm. Check that out. 2, 4, 24, 24. صار في المجموعة لنا 29 و24. في حال كان هذول الرقمين من ضمن اختياراتكم للأرقام الليلة، فأنتوا قربتوا من أول جوائزنا وليلة. 2, 4, 24 it is. So if you match 29 and 24 in any order from the next ball onwards, you start winning cash. Going to the third ball for the night. Ready, Dua? Yes. Yalla. Let's do it. Yalla. Here we go. Yalla. The third ball for the night. It is 1919. رقم 19 صار بالمجموعة لنا ثلاث أرقام اليوم: 29, 24, و19. في حال طبعتوهم بأي ترتيب حصلتوا على أول 7 دراهم، ولكن صبركم لأنه من بعد شوي ومن الكرات الجاية. 1919 it is. So if you matched 29, 24, and 19 in any order, you win 7 dirhams. It's getting bigger. Going to the fourth ball for the night, and it's 50. Let's do it. كرتنا الرابعة لليوم. What is it, Dua? I can't guess. Yo. هي كرتنا الرابعة. Waiting for it. Mm-hmm. It is here. It is here. كرتنا الرابعة لليوم. It is 1616. صار بالمجموعة عنا 4 أرقام، واللي هي 29, 24, 19 و16. في حال طبقتوا هاي الـ4 أرقام بأي ترتيب، فأنتوا حصلتوا على 50 درهم إماراتي، وهيك بتكون مستعدين تسعر التذكرة اللي أصلاً شاركتوا فيها. 1616 it is. So if you've matched 29, 24, 19, and 16, 50 dirhams is all yours. Going to the next one where you match 5 out of 5, 5 out of 7. Fifth ball for the night. لليوم. Let's see it. Oh, it's here. 36, 36, 36 هي كرتنا الخامسة. صار بالمجموع عنا 29, 24, 19, 16 و36. في حال طبقتوا هالخمس أرقام بأي ترتيب، فأنتوا حصلتوا على 1000 درهم إماراتي، فمبروك. 1000 dirhams could be yours. That is 36. So if you check the numbers out, that is 29, 24, 19, 16, and 36. You win 1000 dirhams. Next, we move on to the sixth ball for the night, and that's for 250,000 dirhams. Ready, Dua? Ready, Arjun. Sixth ball for the night. كرتنا المفضلة واللي دائما بيكون أنا شخص بيطابق 6 من 7. It is 2, 3, 23. هي كرتنا السادسة لليوم. 250,000 درهم إماراتي، أي ما يعادل 250,000. رح تكون الليلة من نصيب أي شخص قدر يطابق 6 كرات من أصل 7 بأي ترتيب. شو هي كراتنا الستة واللي رح تخليكم تربحوا هاي الجائزة؟ 29, 24, 19, 16, 36, و23. ذكروا مشاهدينا إنه في حال كان في أكثر من شخص الليلة قدر يطابق 6 كرات من أصل 7، فأكيد جائزة ¼ مليون أو 250,000 درهم إماراتي رح تتقسم على عدد المشتركين، ورح تكون هذه أيضا. 2, 3, 23 it is. So if you match these balls together, which means 250,000 dirhams could be yours. Going to the very first ball. 29, 24, 19, 16, 36, and 23. So here's some seventh ball. Oh, our lovely boy. Oh, 100 million dirhams it is, people. So here we go. Ready? الكرة اللي رح تحسم كل إشي لليلة، كرة المية مليون درهم على الطريق. يلا يا رجل. Last ball for the night. يلا. كرتنا السابعة والأخيرة صارت على الطريق، واللي هي 1010 رقم 10 يا رجل. وأخيرا اكتملت كرتنا السبعة. بتمنى بالفعل اليوم نصادف رابح 100 مليون درهم إماراتي لنحتفل بأجمل طريقة. So this is what everyone's waiting for. So here we go, the recap of